لك يا أخي أنا ما بقدر أستغني عن مفتاح الصلح. وأنا شو إلي علاقة بالموضوع؟ في رئيس مجلس بناء هو اللي قرر هذا الشيء يا أبو صاي. لك أنا الوحيد اللي له غرفة على الصلح فوق، من حقي أحتفظ بالمفتاح. أحتفظ بالمفتاح؟ ما أنا بعمل لك شيء. أنت أي نعم إلا تغرفة على الصلح، بس الصلح من حق كل سكان البناء. بدر الدجان، أنا ما لي علاقة بالموضوع أصلاً. أخ بس لو كنت بعرف بالخبر قبل بوقت ما كان هذا المصيف عرفان أخذ ورأسه. لك يا ست جميلة، هلا بتفوت من مخك إنه عرفان هذا المصيف يفوز بالانتخابات وأنا أكون من قبيله؟ بس هذا المصيف عرفان فاز فعلا بالانتخابات وحضرتك موجود. أمي هي علينا لسه بتقلي أمي إيش حكينا فعلا يا هل عرفان إنك مصيف. أبو صايف فهمني هلا شو بدك بخدمك؟ أخي المفتاح، المفتاح أخذ مني المفتاح. أصلاً أنا فكري إنه سنكوح طالع نازل على السوق ما عم بقدر أتحملها، فوق منها ربك كشش حمام فوق. أبو صايف أنت مخ؟ طبعاً أنا مخ. احتال علي اعمل في شي فيلم. فيلم؟ شلون يعني؟ هو ما ربك كشش حمام على السطح؟ ربا يا سيدي وقاعد ليل نهار. عم اقول لحالي ليش حسن كوح مو مبين. ايه لك انا اخذ عم يعلمه على كش الحمام. امي ما رح اقول لك اتركيني هلا عم فكر. لا لك حل صهري. حل حل ابو صي لا لك شي شغله يا طفش الطيور يا تاكله مثلا ما لا اقطر هلا قط. شو حالاتي؟ يعني هارو؟ شلونك يا ابني يا بكري؟ الحمد لله. ايه ابو قصي شمسات حلوين هو، يعني ليه ما بتطلع عندي تتشمس من وقت للتاني؟ ايه على زمانها صار لازم نطلع نتشمس. طول انا ابو قصي بدك تحاول تطلع لنا. ماشي الحال امري لله. شلونك يا سنكوح؟ من امر الخير، اما من العبد محشوبه بخير ما في خوف. كش على مروان. انت صادقه امي اكيد عم يشوف سنكوح كيف عم يكش الحمام. هذا الناصب لابوكي كان لانه ماما انا مت من الجوع وانا كمان جعانه. فوتي بغرفتك. معقوله يعني ابو قصي بشيبته وهيبته يحط عقله بكش الحمام؟ بونجور، جود افترنون، ما بعرف شو بدي
اسمع البرنامج المفضل لدي بوقتي. طمني بدري ان شاء الله جبت هذه الشغله. الله نورك كل واحد مستحضر. بس مخي مخي دام الشمس دام طول بالها ونسبك حبك كثير. تعال روح نزلت نزلت خير شو في؟ اعطيني مفتاح الصدر. مش هني شو بتعطيني؟ نتفرج على الحمام. خذ معك طريق لانه الشمس فوق حراره. لا توصي حريص. لا في فكره والله. اه يا ضربون ذكرتني بطفولتي المعزبه. وينو؟ بسيك هاي المفتاح بس تخلص من الغرجي على الحمامه طق القفل ونزيد عليك. يلا شو ندى ما خلص الغدا لسا؟ امي 10 دقايق بكون جاهز. ما عرفتنا عم تصفر تصفير مثل عصافير. سلامتك امي. حبيبتي ندى بدي اسالك سؤال. ماشي اسالي من عيوني. فلنفرض مثلا انك خانقت او اختلفت مع جوزك بتصفي معه ولا معي؟ ايه لا حجيني امي. ويا على قامته ارح ارحى بس لمين طاقة ما بعرف. ايه هذا اكيد سامي رايح اشوفه. شو هالسؤال؟ بتصف مع امي ولا بتصف مع جوزي؟ يلا بتصف معهم اثنيناتهم. ولي احترقت تطخ. ابو قصي ابو قصي شو شغلتك قال لي ما صار؟ انا ما في شيء عم فكر بشغلي. تذكرني وين حطيت الكتالوجات تبع الصور اللي اشتريناهم من معرض الصور؟ ما بتذكر. انا لنشهد بعرف. شو طبختي من اليوم؟ فرنجي بالفرن. انا بقيت اكل ولا نوع من انواع الطيور ابدا الا ما تنزلي لي اللي بالي. يو شو صاير من الشهر؟ لا مو طبيعي ابدا. ابو قصي رشا رشا ما في احلى من عمل اخوي. الصراحه ما خليك على الاولاني. فوتي على المطبخ اعملي لنا كاسين شاي على كيفك هيك ولما بترجعي لا تفوتي قبل ما تدقي بابا. حاضر بابا. تفضل. اللي بيخلي سنكوح ينط ما يحط. خذ السنكوح شوف كيف تشوف. انا جايب كتالوجات وصور فيها كل النماذج القطط المطلوبه.
بس يا قصي نحن بدنا الترخيص. شو رخيص؟ الغالي حقه معه، بده واحد منيح عشان يختمنا موضوعنا يا اخي. شو ابو قصي على اساس اننا مسقطه؟ لكان ايديولوجي. ها اذا شفت مقط غالي بده يهلكنا لانه بده ياكل معلبات يكون منزع، اما القط الرخيص بيكون هشور بياكل شو ما كان، طيور فيران شو ما كان. شو فيران؟ ما فيران بدنا ياكل طيور نحن. فاذا نحن بدنا ابن الشوارع جعالي ياكل الاخضر واليابس، قشر السمك على قشر الدجاج، البغدادي على البربريسي. يا علي ولا تنسى انه القط رح يكون خطر. ليش في خطر؟ على اساس السنكوح رح يتركه هيك. فعلا هذا السنكوح خريج عبوسه مجرمه بيقتله. مزبوط؟ لا لا مو هيك، نو حماماتي بس حماماتي وخايف عبوس. يا بابا السمودياتي. شكرا بابا. سمعتي شيء؟ شو بيسمعنا؟ انا سمعت تكرر روحي يا أنا آخر منجي آخر مشجعني، بس مني ومني بجمع عربي تلك الشيخ منطقة العدل. شو الفايدة إذا الله طيبة بنا؟ تنباعوا بسوق ما بتنشروا انتو اثنين. شو قلتي؟ ما قلت شيء. بعدين بقى ايه؟ عشان انت طول البول. انت شو لك علاقة؟ لك شمال عندي؟ ما بكفي عم بكش معه من الصبح لنلبسها؟ انا عم بعطيك دروس حق مصاري هاي. عم علمونه لسامير. بس انا ما قربان له، قربان المدام بس. تسلم لي يا سنجوح، لكلك زوم وكل صهري مروان بدر الدجان. يا عمت اخوي، لك شو حكينا الا بدر الدجان، مروان ما في منه. مرحبا استاذ مروان، انا ابو قصي. عرفتك ابو قصي، مرني. عم بحكي معك من عند واحد صاحبي، عنده قط هيك مبهدل شروا احسن، ايه بيعجبك كثير، اسمه عنتر. حلو كثير، جيبه لعندك ونيمه بلا عشرة. بس هيك حرام استاذ. ابو قصي شو عامل لك؟ سمعت تعليماته بس، لا تجادلني. ايه مثل ما بدا، ماشي الحال، تصبح على خير. وانت من اهل. مو لا اصحاب الاول ولا لسه انا عايز احكي
اي والله والله لولا خاطر الاستاذ مروان لكن جبت لك الشرطه يا قليل الادب. سكت بردك احسن يا فوق. وين هو؟ انا مع نسوان ما بحكي. شلون عم تحكي معنا؟ انت مثل اختي. صلكوخ طول بالك، ما بدها مشاكل. يا ابو صي الله يخليك طولي بالك، ما بدها مشاكل. اوف العمى، شو هاد؟ شو هالعيشه؟ اذا متضايقه مني يقوم بروح خش بزمتي وقدر انا اوقف على الشيء اللي انت مشيت. ايه اخي عم متضايقه قوم روح. لا استاذ ما بصير تحكي هالحكي، اشتغلك انت. خلص ابو صي خليني امسك ما بدنا. استاذ مروان ممكن دقيقة كلمة واحدة بس؟ شفت لي هالعنتر شو ذكي؟ نقى عنده أحسن طير وأكله. لك لسه إلك عين تضحك يا أستاذ؟ أستاذ ما بدك مشاكل الله يخليك. راح الله يا أستاذ، راح تكون قاتل. ليش تضلي مشاكل بعد ما راح الحبيب؟ طول بالك سنتروح. شو اسمه؟ تكون قاتل. لا أمي رجاءً تتدخل بالموضوع. لا دي دخل هذا الشيء ما بصير نهائياً. يفلتوا القطاطيور. ايه ما بصير يا امي، هو رح يعرف لحاله، المهم لا تقليله. لا بدي اقليله، خلي ثاني مره حضرت جوزك يتعلم شلون يعلق ويشربك الناس مع بعض. هو سبب المشاكل كلياتها اللي عم تصير. يا امي الجيران سألها، الجيران عندنا سألها كثير، منيح انه اللي بيتحملهم على فايتين طالعين لشر ولا لسور، ولا بيسألوا حدا وخناقه ومشاكل مصري. لا عم تبالغي، الجيران ما في منهم، خاصة هذا الشاب سنكوح قلبه علينا، لا مو بس قلبه علينا، قلبه على كل البناية. سنكوح امي، المهم لا تقولي له لسنكوح. بعدين امي انت قلتي لي ذيك المرة وصرختي انك بتحبي لنا جوزي، صغرت مرة. لكن بحبه وبحب الدبابة تمشي على قلبه ما اشي انا، بس ما بطمنه. امي ليه علينا لسه بتقلي امي؟ لكن بوس ايدكم. ايش حكينا؟ المرة الجاية بدي خليه يجيب سنكوح لذاته. طول بالك.
اللي شايفه سموه مال المسدة راح. هلا يعني هذا بدأ تقيل؟ يا رجل جديد إيه أتقل مني يخرب بيت ولا عندك وكان الشغل حلماتي عم نفوت نقيله لهم الواحد بيعرف طعم الدموع يعني هلا سووه شغل تعبانة تعبانة يا رجل تعبانة كثير دخيل هو عندكم جوا بشتي يعني هلا فوتوا معي تبقى تفرج علي خصوصا لا تطلب بالموت ما في شماتة ما في شماتة شو شو عاملي أنا مش بدي أتفرج علي تطلب أكيد هذا قط هاجم على الطير لا بعرف القط بس الأول ما بدي أكل القط مين أنا بقلك أنا بعرفه لأنه أمي إيه ما قلت له لسه أنه هو قط أبو قصي شو عم تقولي مدام قط أبو قصي يا ويل ويل لا عندي غريبة عندي ما في غيرها طول بالك أستاذ طول بالك كل الموضوع بين قط وطير يعني ما بدأ القصص كلياتها بعدين ايش انت ضايش معقولة يعني قط يسمع كلمة أبو قصي من ايه مثلا هذا القط يربي القط على زمانك يا سقاء يا سنكوح عم تجاوبني اليوم عم تجاوبني فوق مصيبتي يا نذل الله يجعل ايامك كلها مصايب بس بقى ابو قصي بس بقى انت لو كان عطي خبر كان اخذ احتياطاته وهي طيور بريئه ايه مثل ما اعطاني هو خبر وقت الانتخابات هو جايب القصد جايب قصد انا بعرف مشان يكفي دكتوري بس انا ما بكون سنكوح اذا ما بصير لك اليوم حرام ما بصير يا بدر شو حرام هو لم طبعه يا كل الطيوري ما حرام اوه يا قلبي بس تعرفين ليش هو من كتر ما هو بخيل وكحكي ما عم يطعمين للقطر القطر وين بدي اروح عم بطلع الصبح عليه الطيور تبعي اذا ما بصير لك اياه انا وبعلمه وبخلي الطيور يجروا صار لازم ابرة كلب يخرب بيتك شوفي مدام اريد اقول لك انها قصه سنكوح تلهم قال نعم مدام القط بس يهجم على طيورك تصرف انت واجب وجبا لوجه حاسمه مباشره منك لاله تصطفي المصاعب رقبته اذا بدك هيك ما بيزعل لا ابو قصي لا ام قصي الحق حق مو هيك يا ام قصي ايه هيك قصي مظبوط ما حدا زعل من حق ايه وانا بقول لك بعد حق الطيور يا مدام ايه يعني ناسنك وخلصت من القصه ابو قصي ما دخل بالقط كرماليك ما راح اعمل اي شيء بس انا اذا بلقطه يا ويلو ويا سوازين شو بدنا فوتي ام قصي لعنا لا معلش يا حبيبتي الكوسه عنا هلا بيحترق خاطري مع السلامه يا قمر لك انا اللي شو كحتي طاقرك مزمشي وعليل ما عن بنتي وما بكتب تفضل مروان انت شو دخلك لك ليش تفعل هذا بعضهم انا اي انت مين اقترح علي جيب قط كنت عم بمزح معه عم تمزح
هاي الشغل بدي اشتغل. هاي وين بدك ترمو؟ بدي اهرب؟ انا بدي اهرب؟ عم منك بدي اشتغل بدي اعمل اهرب؟ روحتي صوتك على صوتك وش امي؟ حاضر. اسف حضرتي. اسف مرت عمي، مرت عمي. فيني روح اشتغل؟ يسلم لي الذوق كله، فيك تروح تشتغل. يا مزوي. امي؟ عن جد لقيتي مروان مزوي؟ مزوي شو حكينا؟ هالمرة مشيت لك يا هبرسي بس المرة جاول اللي ما توقع فيه مشان يعرف هذا عم تبقى لا لا ما مسكوه بس مسك ما عم يقدر يمسكوه بس صف الله عم يقدر ليش شو ناقصك صغير أنا صغير بعمري بس أبيه بحجمي ما بقدر أساعده هلا عم تحكوا بالقصص كلها على الحيوان أنا حيوان عم بحكي على القط حرام على القط هلا أنت صرت تفهم بالحلال والحرام روح العب بعيد بدك ترجع روح مروان أنت رايح العب بعيد أمي شو حكينا قلت لي مسكوه مسك ما عاد يقدر يمسكك مرة أقلك مسك ما عاد يقدر يمسكك أكيد أكيد إيه علينا علينا شو علينا مع السلامة زمير بكري ارجع عندي شو حكيت معي لك مندور على اطلاق من الله ونحطه كيس وترجع على ايدي مو احسن من شنو بكري بدي احرمه شو بدي احط له على دنا مقوز واعطيه له كبري خلي اي ماي جاد بدي اشوف اي نوع قوي بدي اطلق فيه هذا التعتور عطيت على دنا غزاز لا خبر عن الزوح عم تحكي جد ولا عم تجامليني؟ لا شو عم جامليك؟ الله يبعث لي حمايتك يا رب. ما بدي بدي جلويجي يسمع بالدرع. امي شو بعمل لك بختو؟ وينو هلا؟ ببيته. عن اذنك رش رش. مع السلامة. لا
كيف اللي سمعته؟ ايه لا تورطني مش خطر على دراني ها فهمت؟ ما ورطت حدا مش لما بيسني شوفوا لا سلكوه هذا الكلام اللي قال عليه سامر مظبوط ولا مو مظبوط خير شو اللي شو شو اللي شو اللي جرى شو اللي قال لي انه بدك تحرقوا لمين بدك تصير لك لا 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 شوف سلكوه هذا اخر تنبيه اذا بتدوروا للقط عيونك هدول البرقصون شايفهم برقصون مطلعهم من توم وجيري عم تدفع ما بدي اقول انا حرام انا بتعبت اياه لا ما لك وانا اللي بدي اتصرف مو انت اللي بدي اتصرف عم بقول لك انا بدي اتصرف انا بدي اتصرف لا انت اذا بدك لا انا راسي بس وين بدي احرق ولا اوه وبدي احرق قصاي قولي تنتهي ما تنتهي زمان لك شو ضربك زمان يسرع عرفتي شو صدري الحمد لله انا ضبطت تمام سليم ما في شيء الحمد لله والضغط الحمد لله كله تمام كله تمام طمنا دكتور بكري مروان جيب كاسه مي لامي واحلى كاسه مي لاحلى ندوش هنا هي هلا رح تحكي لي قصه حياتك قالك جيب كاسه مي يا عمي احيي تمي طولي بالك علي شوي شوي مدام انا اسف انا كنت عم انجح عليك يعني معقول انا احرقه شو ذنبه اكيد ما رح تحرقه ما جاوبتني اكيد ما رح تحرقه لمين لا ابو صي لك لا على القاط ده يا بدها معقول انا احرقه بس بس شو بدك شو بدك من هالقصه ارتاح ارتاح شوي يا جماعه اطلعوا لبرا خلوهم يتفقوا اي ضروري ارتاح ارتاح يلا مروان يلا بدي اشرب لك شوية ماء لك ليش عم بطلع بالكاميرا شغلتك شغلي يعني بس تطلع صوت رجالتك من الطيور هاي البلاد بيقرفوا عم تو بسيطة إذا أنا ما بورجيت الخيار والبندورة دح ما بكون أنا الهزوز لا أنت ليش عامل له قمع للقط تبعي؟ تعرف هذا القمع شو بيعمل بشكل عقدة نفسية بتأثر على مستقبله الصيادي؟ لك عقدة تفوت بعيونك لكن انت عامل لي شغلي تبعت لي عن الجوع ومشان اطلع اصلا عند الدكتور شو ما في نظام؟ اكلك شيء ما بتخدمني يا عزيز ما بتخدمني يا عزيز شو حل له؟ اكلك وعمليات كل الطيور صار اكل كل الطيور
اللي عرفان تاريخ نظامي مو قليل. انت الوحيده اللي بنسمح لك تنطي فوق القوانين وتحكي امتى ما بدك. نو بروبلم. تسلم. تسمح لي احكي هلا؟ تفضل. عم نسمع. انت مو عطيت المفتاح للسوق لسنكوح وسمحت له يربي كشع على السوق؟ عم تقول لي انت؟ انت عم تقول لي انت؟ لك شو انا من دولتك ولا انا خالتك؟ الصحيح ما في نظام هون؟ نو نو. العفو استاذ عطلان العفو. ها؟ هيك تمام. هلا بقدر جاوبك وبقول لك نعم، انا اللي سمحت له لسنكوح انه يربي على السوق كشع حمام. حلو الحكي. وانا عندي اوضة على السوق، صح الحكي ولا لا؟ صحيح صحيح هذا الكلام. مين قال غير الكلام؟ طالما انت سامح لي ربي كشع على السوق وما عنده غرفه، انا من حق اطي يطلع على بيته لفوق. للعقل لا. فاذا حيوانات يصف له منا لبعضه. حيوانات ولا؟ قصدي يا سيدي عرفان، قصدي الطيور والقطط حيوانات على بعضهم، اتركوا الشغل لشركة الغاب. طيب، شوفوا يا جماعة. عن اسمع، خليني بس احكي كلمة واحدة. يا سيد سنكوح، أنا عم بضرب لك طيورك شيء؟ لا. ها؟ معناتها أنت ايش عم تعتدي على القطة تبعي؟ تفضل. تفضلوا. مثل ما قال ابو قصي لازم نحن ما نتدخل بالحيوانات، تصطفل الحيوانات مننا لبعضها. نحن بشر. شو نحن؟ بشر. ايوه ماشي الحال. ابلغهم. شو بدي اعمل؟ ابلغهم بس على شرط، اذا قطك بيطلع على السوق اللي عندي وبيهجم على طيوري ترى ما نيالها، اذا بيمشوا بدي اضربه واكسره. هاي طيور بريئه حرام. شوف يا ابو قصي، كما قال سنكوح الملقب بالهزاز، إذا هجم القط تبعك على طيوره يحق للسنكوح أن يقتل القط تبعك، فهمت؟ يا سيدي أمري لله، أنا موافق. يلا شوف، بوصولي شوارب بعض. يلا، وانت يا بكري نط مثل الدب الطاير، جيب لي 3 كيلو نافسية. يلا. إيه بس 3 كيلو نافسية. يلا جيبهم 15. أوان سنكوح هم بلا سنكحة، تعو بوسو شوارك بعض لشوف لله. وقرار عيوني. شو بقصة الرجاء؟ شو قصة؟ خلاص شايفك متضايق، ليش تسألني؟ وانا عن جد بسوي فيك مثل ما سوى السنكوح بالقطة. لا اضرب بنده لامي بصوت وحش بلا هونا. فكرني خايف من امك ولا فكرني خايف من امك؟ ماشي انت زعلان لانه نحن نصالحه. وليش زعل؟ كنافه اكلنا وشطرنج لعبنا وانبسطنا كثير. ليش تقدر؟ ليش؟ تريك عم لك تريك احسن ما نادي لامي. ها؟ شو فكرني خايف من امك انا ولا فكرني خايف من امك؟ اي اني لك راحي. لا تطلع يا جلد طول. هات 50 ليرة واحكي شيء. بدك 50 ليرة كمان؟ اه ولك في الصحة ما في رونو. ليه؟ عند فوق اكل. يلا يا سلام. شو قلبه طيب هالجيران؟ شفتي الندى؟ تصالحوا هيك مع بعضهم والتم شملهم بجوزك بدل الدجاج ما بيطيقهم. بيقعدوا عندي ليل نهار وبيعطوني على شغلي وبدي طيقهم. صهري مسام ظهري عم تسمع؟ سامي مامي ضرب الشده نحن رايحين نحرق. امي ما عم بسمعك عم بحكي عن الجيران الغلظه. امي ليش غلظه؟ الجيران بيلهوا عن شغله. انت ما بتلهي امي ظريفه كثير. لا غليظه. لا مو غليظه. والجيران مو غلظه. طيب مو غلظه بس ما تزعلي. مين قال غلظه؟ هن سألة بدنا تعطوني عن شغلي اما انت بيسلوكي. فوت على غرفتك ويلا اشتغل منيك. حاضر انت وامك. لك شو قصته جوزي؟ شفتي شلون؟ بحب يعلقهم مع بعضهم ويعمل مشاكل معهم يا حرام. بس شو بدنا نسوي؟ بحب الفاينة. شو نعمل له؟ امي لك شو حكينا؟ بحبها للفاينة. شو رايك يا استاذ؟ شو رايك؟
هديزة تقوم تلمسه ويوم جبتها نفسها وجبتها الغري بيجي على جنبي شو غير انزل على السوبر ماركت اللي قدامنا قول له بدي الزيت تبع فيها حط له بيتزا ويلا إيه بس هذا قط مو فاعل حط بدل الاحسن حسين خلصني يا حبيبي خبرك من الصبح وانت عم تدرس تدور على العنتر؟ ما شفت يا عنتر ما شفته يمكن البارح ما نام بالبيت اوف ليش ما قلتي؟ ايه نسيت لا بس يا بتنسي شغل المهم انه هلا بتنسى يا ولاد طالع على الصبح بدور عليه الله يثبت علينا عقل الدين بعد البلغوم شو قصة بغلي يا سلام هل الإجراء والله جابه عن طرق بني سوري لن ستوش شعور بعيدي لا من جابه ولا من دري خلاص بلغوم تعطى عمل الله شوفوا ولا تسمع صوته شو انت بكره يا بكره